مرحبا إبراهيم، اللغة الفرنسية السنة الثالثة ابتدائي. إذا نستأنف مع الصفحة رقم 108، لا باج 108، لا باج 108، 108، 108، لا باج 108. في أول الصفحة كما نلاحظ عندنا ليغ أن دوكيمون، ليغ أن دوكيمون، قراءة وثيقة. إذا لو برومي باراغراف، j'observe les dessins. J'observe les dessins. J'observe les dessins. أنا ألاحظ. C'est le verbe observer. هذا فعل لاحظ. J'observe. أنا ألاحظ. Les dessins. الرسومات. نتكلم مثلا أحيانا عن le verbe dessiner. هنا طبعا نتكلم عن كلمة dessin بهذا الشكل. إن على فا. طبعا نضيف هنا اس للجمع. طبعا نتكلم عن dessin. إن على فا. هناك كلمة أخرى تنطق بنفس الشكل، كلمة ديسان، ولكن يعني في آخر، يعني أنها تنتهي بـ-E-N، تنتهي بـ-E-N. المقصود بـ بروجي يعني نتكلم عن مشروع، ديسيزيون يعني قرار، ومنها ديسيدي يعني قرر، انتونسيون كما لو نقول نية أو عزم، يعني أنك تنوي شيئا أو تعزم على شيء. تعزم على القيام بأمر ما. إذا نتكلم عن لانتونسيون. كلمة ديسا كما نلاحظ بـ-E-N أنها تعني بروجي ديسيزيون وبها انتونسيون. طبعا هنا نتكلم عن ديسا بـ-E-N على فا. طبعا بعد دوزاس، بعد دوزاس نتكلم عن ديسا بـ-E-N على فا. إذا هذا المقصود بالرسم. جوبسيرف لي ديسا، أنا ألاحظ الرسومات. Je dis pour chaque dessin à quelle saison cela correspond. Je dis pour chaque dessin à quelle saison cela correspond. أنا أقول لكل رسم pour chaque dessin. كما نقول من أجل كل رسم. Je dis pour chaque dessin. أنا أقول من أجل كل رسم. إذن كل رسم رسم سأقول عنه. À quelle saison cela correspond. À quelle saison. إذن لأي فصلين cela correspond. هذا يناسب. إذن هذا الرسم يناسب. إذن أنا سأقول لكل رسم رسمين لأي فصل من الفصول الأربعة هذا الرسم يناسب. Je dis pour chaque dessin à quelle saison cela correspond. Si nous prenons le premier dessin, إذا أخذنا الرسم الأول ou bien la première image, à quelle saison cela correspond. À quelle saison cela correspond. إذا لأي فصلين هذا يناسب. À quelle saison correspond-elle la première image. إذا لأي فصلين تناسب هي الصورة الأولى. ممكن أننا نقول la première image correspond à la saison d'automne. إذا الصورة الأولى تناسب فصل الخريف. إذا الصورة الأولى تناسب فصل الخريف. La première image correspond à la saison d'automne. أو نقول la première image indique la saison d'automne. يعني أن الصورة الأولى تشير إلى فصل الخريف. La première image indique la saison d'automne. أو نقول ببساطة la première image indique l'automne. يعني أن الصورة الأولى تشير لفصل الخريف. عندما نقول l'automne المقصود بها ضمنيا فصل الخريف. La première image indique l'automne. الصورة الأولى تشير لفصل الخريف. أو نقول لا بروميير إيماج سامبوليز لوطون، يعني أن الصورة الأولى ترمز لفصل الخريف. لا بروميير إيماج سامبوليز لوطون. لا بروميير إيماج سامبوليز لوطون. سي نو برونو لو دوزيام ديسان، إذا أخذنا الرسم الثاني. أكال سيزون كوريسبونتيل، إذا لأي فصل هو يناسب. إذا هو متناسب مع أي فصل. إذن طبعا يمكن أن نقول le deuxième dessin correspond à l'hiver. Le deuxième dessin correspond à l'hiver. Le deuxième dessin correspond à l'hiver. الرسم الثاني يتناسب مع فصل الشتاء. الرسم الثاني يتناسب مع فصل الشتاء. أو نقول la deuxième image indique l'hiver. La deuxième image indique l'hiver. الصورة الثانية
تدل على فصل الشتاء. الصورة الثانية تدل على فصل الشتاء. La deuxième image indique l'hiver. الصورة الثانية تدل على فصل الشتاء. Si nous passons au troisième dessin, alors qu'indique-t-il? إلى ماذا يشير؟ Ou bien, à quelle saison correspond-il? À quelle saison correspond-il? لأي فصلين هو يتناسب؟ نتكلم عن هذا الرسم. لأي فصلين يناسب هذا الرسم؟ إذن à quelle saison cela correspond? À quelle saison cela correspond? Ou bien, à quelle saison correspond ce dessin? À quelle saison correspond ce dessin? إذن لأي فصلين يتناسب هذا الرسم؟ لأي فصلين يناسب هذا الرسم؟ La réponse sera الجواب سيكون ce dessin correspond au printemps. Ce dessin correspond au printemps. هذا الرسم يناسب فصل الربيع. أو نقول la troisième image indique le printemps. La troisième image indique le printemps. الصورة الثالثة تدل أو تشير إلى فصل الربيع. Nous passons au quatrième dessin. نمر إلى الرسم الرابع. À quelle saison correspond-il? À quelle saison correspond-il le quatrième dessin? لأي فصلين يناسب الرسم الرابع؟ الرسم الرابع. Le quatrième dessin correspond à l'été. Le quatrième dessin correspond à l'été. الرسم الرابع يتناسب مع فصل الصيف. الرسم الرابع يتناسب مع فصل الصيف. Ou bien, la quatrième image indique l'été. La quatrième image indique l'été. أو نقول le quatrième dessin indique l'été. أو نقول le quatrième dessin indique l'été. إذن الرسم الرابع يدل على فصل الصيف. Nous passons au deuxième paragraphe. Nous passons au deuxième paragraphe. نمر إلى الفقرة الثانية. Avec mes camarades, مع رفقائي, je réalise des panneaux des quatre saisons. Je réalise, أنا أحقق. المقصود أنني أقوم بشيء ما. Je réalise des panneaux des quatre saisons. أنا أحقق. أنا أحقق. الواح. Des quatre saisons. للفصول أربعة. Avec mes camarades, je réalise des panneaux des quatre saisons. Je cherche des images. Je découpe. Je colle. Je dessine. Et je peins. إذن avec mes camarades, مع رفقائي, je réalise des panneaux, أنا أنجز لوحات des quatre saisons. Des quatre saisons. للفصول أربعة. طبعا réaliser المقصود به حقق شيئا أو أنجز شيئا. Je réalise des panneaux des quatre saisons. أنا أنجز لوحات للفصول أربعة. أنا أنجز لوحات. Je cherche des images. أنا أبحث صورا. المقصود أنني أبحث عن صور. Je découpe. أنا أقطع. Je colle. أنا ألصق. Je dessine. أنا أرسم. رأينا قبل قليل le dessin يعني الرسم. هنا je dessine. نتكلم عن الverb dessiner. نتكلم عن فعل dessiner. Et je peins. Le verbe dessiner فعل رسامة. Et je peins. C'est le verbe peindre. C'est le verbe peindre. هذا فعل صبغة أو لونة. ومنها كلمة la peinture. ومنها كلمة la peinture يعني الصباغة. إذن طبعا سنضع لوحات. كل لوحة تتعلق بفصلين ما. نبحث عن صور. نقطعها. نلصقها. نلون حولها. إلى آخره. مع رفقاء القسم. مع رفقاء القسم. نأخذ مثلا هذه الصور. إذن هذه الصورة تمثل cette image représente comme exemple l'automne. هذه الصورة تمثل كمثال l'automne الخريف. إذن l'automne est l'une des quatre saisons de l'année dans les zones tempérées. إذن الخريف هو واحد من الفصول الأربعة للسنة. الخريف هو واحد من الفصول الأربعة للسنة في المناطق المعتدلة. في المناطق المعتدلة لأنه
في مناطق أخرى قد نجد فقط فصلين ولا نجد أربعة فصول، وقد نجد طقس آخر حسب بعدها من خط الاستواء يمكن أن تتغير الأجواء، ولا نجد دائما الأجواء التي نعيشها مثلا في الفصول الأربعة. إذا لوطون إي لون دي كاتر سيزون، إذا الخريف هو واحد من الفصول الأربعة دولاني للسنة دون لي زون تومبيري في المناطق المعتدلة مثل المناطق التي نعيشها. لوطون سوي لاتي، لوطون سوي لاتي، عندنا هنا لو فيرب سويفر، لو فيرب سويفر المقصود به تابعة. لوطون سوي لاتي، الخريف يتبع الصيف، إذن لاتي المقصود به الصيف. لوطون سوي لاتي، الخريف يتبع الصيف. ابخسيد ليفير، ابخسيد ليفير، عندنا لو فيرب بريسيدي، بريسيدي يعني سابقة، ابخسيد ليفير يعني أنه يسبق الشتاء. ابخسيد ليفير ويسبق الشتاء، يكون هناك خريف ثم يأتي بعده فصل الشتاء. أنا أبخي ليماج سويفونت كي روبريزونت ليفير، بعدها عندنا الصورة التالية التي تمثل فصل الشتاء. ليفير اي لون دي كاتر سيزون دو لاني دون لي زون تومبيري، ليفير سوي لوتون اي بريسيد لو برينتون. ليفير اي لون دي كاتر سيزون دو لاني دون لي زون تومبيري، ليفير اي لون دي كاتر سيزون دو لاني دون لي زون تومبيري. إذن بنفس الطريقة فصل الشتاء هو أحد الفصول الأربعة دولاني للسنة دون لي زون تومبيري في المناطق المعتدلة. ليفير فصل الشتاء سوي لوطون، سوي لوطون يتبع فصل الخريف. ليفير سوي لوطون، فصل الشتاء يتبع فصل الخريف. ابريسيد لو برينتون، ابريسيد لو برينتون، ويسبق فصل الربيع. ثم Après on a l'image suivante. L'image suivante, الصورة التالية représente le printemps. L'image suivante représente le printemps. إذن الصورة الموالية تمثل فصل الربيع. L'image suivante représente le printemps. Le printemps est l'une des quatre saisons de l'année. Le printemps est l'une des quatre saisons de l'année. إذن فصل الرابع هو واحد من الفصول الأربعة للسنة دون لي زون تومبيري، دون لي زون تومبيري في المناطق المعتدلة. إيل سوي ليفير، إيل سوي ليفير هو يتبع فصل الشتاء. إبخيسيد لاتي ويتقدم فصل الصيف، كما قلنا عندنا لو فيرب سويفر ثم لو فيرب بريسيدي. إي أون فان نو زافون سيت إيماج كي روبريزونت لاتي، وفي الأخير عندنا هذه الصورة التي تمثل فصل الصيف. إذا بنفس الطريقة لاتي يعني الصيف est l'une des quatre saisons de l'année dans les zones tempérées. لاتي suit le printemps et précède l'automne. لاتي suit le printemps et précède l'automne. الصيف هو واحد من الفصول الأربعة للسنة في المناطق المعتدلة. لاتي suit le printemps، فصل الصيف يتبع فصل الربيع. ابخسيد لوطون ويتقدم فصل الخريف، ابخسيد لوطون ويتقدم فصل الخريف. ثم vivre ensemble، العيش جماعة. هذه ensemble استن ادفيرب، كما نقول بشكل جماعي. ادفيرب المقصود به نضيف هاد قضية بشكل، عندما اقول probablement يعني بشكل محتمل. ensemble هذه استن ادفيرب، عندما أقول عن شيء بأنه probable، probable هذه استن ادجكتيف تعني محتمل متوقع الحدوث. إذا نقول probable، إن هيبوتيز probable، إذا نتكلم عن فرضية محتملة، فرضية محتملة، إن هيبوتيز probable، إذا فرضية محتملة، إذا نصف هذه الفرضية بأنها محتملة. ولكن عندما أقول probablement بشكل محتمل، بشكل محتمل، هذا ستان ادفيرب، بشكل محتمل، بشكل محتمل. هنا ايضا عندنا انسامبل، كما نقول بشكل جماعي.
ensemble c'est un adverbe المقصود به بشكل جماعي بشكل جماعي vivre ensemble العيش بشكل جماعي العيش بشكل جماعي ثم Que font ces personnages? إذا ماذا يفعلون هؤلاء الشخصيات؟ ماذا يفعلون هؤلاء الشخصيات؟ إذا pour la première image, que fait ce personnage? Que fait ce personnage? إذا بالنسبة للصورة الأولى ماذا تفعل هذه الشخصية؟ يمكن أن نقول مثلا sur la première image, on voit une femme jeter des ordures. Sur la plage. Sur la première image, on voit une femme jeter des ordures sur la plage. إذن على الصورة الأولى نرى امرأة ترمي الأزبالة على الشاطئ. على الصورة الأولى نرى امرأة ترمي الأزبالة على الشاطئ. Sur la première image, on voit. C'est le verbe voir. هذا فعل رأى. On voit ou bien nous voyons. On voit. يعني أننا نرى بدون تحديد شخص ما أو نقول نو فويون نحن مجموعة أشخاص نرى sur la première image on voit une femme jeter des ordures sur la plage on voit une femme jeter des ordures sur la plage bien sûr c'est un comportement inacceptable هذا تصرف غير مقبول ou bien c'est un comportement inapproprié. C'est un comportement inapproprié. هذا تصرف غير لائق. C'est un comportement inapproprié. هذا تصرف أو سلوك غير لائق. Et sur la deuxième image, qu'est-ce qu'on voit? وعلى الصورة الثانية ماذا نرى? Que fait ce personnage? ماذا تفعل هذه الشخصية على الصورة الثانية? Sur la deuxième image, on voit une personne arroser les plantes. على الصورة الثانية نرى شخصا يسقي النباتات طبعا يسقي النباتات بهذا المسقات كما نقول إذا نتكلم عن لاغوزوار كما نتكلم عن المسقات التي يحمل فيها الماء ومن خلالها يسقي النباتات تسمى لاغوزوار هنا طبعا نتكلم عن لوفاب أغوزي هذا فعل ساقة إذا سور لا دوزيام إيماج On voit une personne arroser les plantes. On voit une personne arroser les plantes. Et dans la sourate tenia, nara shakhsan yasqi nabatat. C'est un bon travail. Bien sûr, c'est un bon travail. Et dans tab'an huwa amal jayyid. Huwa amal jayyid annaka tasqi nabatat. Et sur la troisième image. Que fait ce personnage? على الصورة الثالثة ماذا تفعل هذه الشخصية؟ Sur la troisième image, on voit une personne laver sa voiture et gaspiller de l'eau. Sur la troisième image, on voit une personne laver sa voiture et gaspiller de l'eau. إذن على الصورة الثالثة نرى شخصا يغسل سيارته ويبيع الماء. Sur la troisième image, On voit une personne laver sa voiture. Nara shakhsan yaghsil siyaratahu et gaspiller de l'eau. Wa yubaddir al-ma' aw yubayyi' al-ma'. C'est également un comportement inacceptable. Hada aydan amal ghayr maqboul. C'est également un comportement inacceptable. هذا أيضا تصرف أو سلوك غير مقبول. Je ne dois pas polier l'eau. Le verbe polier هذا فعل لواتة. ومنها la pollution. يعني التلوث. Je ne dois pas polier l'eau. يتوجب علي أن لا ألوث الماء. ثم je ne dois pas gaspiller l'eau. Je ne dois pas gaspiller l'eau. أنا يتوجب علي ألا أبدر الماء. Le verbe gaspiller المقصود به بدر. هذا فعل بدر. ومنها le gaspillage. يعني التبذير. Le gaspillage. التبذير.
نكتفي بالقدر. حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.